فضيلة الشيخ، نشاهد بعض الناس يصلون في الطرق الدائرية داخل المدينة، فما حكم هذه الصلاة؟ وهل تعد شواطئ البحار الآن مثل الحمام فلا يصلى فيها؟ الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان طاهر تصح الصلاة فيه، سواء كان على حافة الطرق السريعة أو على شواطئ البحار. لكن الفقهاء ذكروا أن المواضع المخصصة للمعاصي والفواحش لا يصلى فيها، مثل مكان فيه تصاوير أو محل تصوير، استديو تصوير، لا يصلى فيه لأن هذا مخصص للمعصية، أو منصوبة فيه صور على الجدران معلقة، لا يصلى فيه لأن هذا فيه تشبه بعبادة الصور، عبادة الأصنام، أو مكان معد لشرب الخمور والعياذ بالله، أو للزنا، أو حتى الدار والمحلات المعدة للسفاهة والغيبة والنميمة لا يصلى فيها لأنها أمكنة معاصي، فلا يصلى فيها. ولعل هذا من باب الكراهة، لا من باب التحريم، من باب الكراهة. نعم.